نتحدث عن الأبعاد الاستراتيجية لهذا المعرض وكذلك أبرز ما دار فيه مع المختص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد الحربي. أهلا بك دكتور محمد، مساء الخير. مساء الخير أحمد، تحية لك ولمشاهدي الإخبارية الكرام. دكتور محمد، إذن معرض الدفاع العالمي في يومه الثاني ولقى أصداء كبيرة، وأيضا من خلال الشراكات التي شهدناها في اليوم الأول وأيضا في اليوم الثاني، ورأينا أيضا كثير من المعروضات لشركات سعودية وأيضا شراكات أجنبية. بداية كيف تنظر لأهمية هذا المعرض؟ أول شيء الأهمية، هذا سؤال جيد جدا. أول شيء المعارض والفعاليات التي تنظمها المملكة العربية السعودية ومن ضمنها معرض الدفاع الرياض 2022 هي أحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة الموازية للقوة الصلبة لإبراز مكانتها وقدراتها واستعداداتها على كافة المستويات، ومن ضمنها القوة العسكرية. القوة العسكرية ضمن بنية الدولة الشاملة هي البقاء، الصمود، التطور، التقدم، الرفاهية في محيط يعني موقع جغرافي مهم للغاية. المملكة العربية السعودية تتوسط 3 قارات منطقة جذب للاستثمارات، إضافة إلى الأهداف اللي أعلن عنها في هذا المعرض وهي الأهداف 5 أو استقطابات أو التكامل الدفاعي على كافة المستويات، كان مستويات البر، البحر، الجو، الأمن السبراني والفضاء، هي مواكبة للقرن 21. هذه المعارض معرض يعني سينظم كل سنتين، ربما أنه سيضاهي وينافس معارض عالمية كآيديكس، نافتيكس أو لندن كلها. يعني الجودة والقيمة والاستعدادات، يعني هو أقيم على 800,000 متر مربع، هذا يعنيك أنه هذا المعرض يعني أنشئ أو تقدم ليبقى ويدوم ويستمر على على الصعيد الدولي والمحلي. هذا بالأهداف الاستراتيجية العامة واللي قلنا هي الإدارة والمكانة والتوازن الذي تحظى به المملكة العربية السعودية، وهي مركز ثقل سياسي، اقتصادي، ديني، ثقافي في على مستوى العالم أو على خارطة العالم. جميل. إذا وصلنا أو نظرنا إلى أهداف المملكة في رؤية 2030 على مستوى الدفاع، وشهدنا هذا المعرض وما خرج عنه، وهو أيضا نتاج للمستهدفات التي حدثت خلال السنوات الماضية، كيف يمكن المقارنة والنظر في هذه التفاصيل؟ هو ضمن مثل ما تفضلت رؤية 2030 برنامج التحول الوطني والذي بدأ 2017 اللي هي تعزيز الشراكات أو الأهداف الاستراتيجية، الكفاءة، الإنفاق، الدخول في شراكات أجنبية. لك أن تتخيل أنه تم التصريح إلى أكثر من 99 شركة، 85% قطاع خاص والباقي شراكة أو شركات مدمجة ما بين القطاع الأجنبي والقطاع هذا، ليصل التوطين كما دائما ما يعلن في الأهداف إلى 50%. القطاع الخاص ب 2030 ولابد أن يصل إلى 65% من حجم الناتج المحلي. بالنسبة للقطاع العسكري كما صرح ولي العهد أن هناك ستكون حتى 2030 استثمارات بحجم 10 مليار دولار سنويا. سيساهم القطاع العسكري في الناتج المحلي بما قيمته 4.5 مليار دولار سنويا. هذا يعني رقم يعني محفز ملهم. فالمجالات عديدة، الابتكارات، الذكاء الاصطناعي، الغرف العمليات، وهذه ركز عليها المعرض لأول معرض، ربما هذه سابقة أنه يتكلمون عن الغرف العمليات، القيادة، التحكم، السيطرة، وخاصة الغرف العمليات التي تنضوي تحتها أو هي الكنترول لجميع القوات وإدارتها. هذا جناح خاص في المعرض اللي هي C5I، اللي أكثر ما توصل إليه العلم في تقنيات غرف التحكم والصيانة والتحكم والأمن والاستخبارات والمعلومات والأمن السبراني. يعني حقيقة فإحنا نتكلم، هو الآن القطاع العسكري أصبح قطاع استثماري، يعني قطاع مدمج دخل فيه المحتوى الوطني ودخلت فيه التقنيات الحديثة. الآن يعني سيبرز الشراكات السعودية ما بين الموردين، المستهلكين، المنتجين، آخر ما توصلت إليه التقنيات. ولاحظنا هناك دائما عقود تتواصل ما بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية، وهذا طبعا يحفز ويعزز قدرات المملكة في الانتقال إلى القطاع الإنتاجي الموازي إلى قطاع البترول والنفط. احنا لاحظنا الاجتماعات والاتفاقيات المدمجة، شركة سامي شركة رائدة طموحها أن تصبح من أقوى 25 شركة على مستوى العالم.
جميل. بالحديث عن الصناعات والإنتاج، يعني كان معلوم من الأول لكن أيضا برز في هذا المعرض التطوير لعدد من الأسلحة، عدد من التكنولوجيا العسكرية بأيدي شباب مهندسين أيضا سعوديين، وشاهدنا أيضا بعض المعدات التي تستخدم الآن لبعض القطاعات العسكرية وهي من تطوير وإنتاج أيضا شركات سعودية. صحيح، ونحن نتأمل يعني رفع كفاءة الشباب السعودي واكسابهم خبرات. الآن نحن بصدد صناعة طائرة يو اي فيز بدون طيار، طائرة بصناعة سعودية كاملة إن شاء الله ستنطلق عام 2023 إلى 2025. فدائما يعني دائما يقولوا الآن الأنظمة المتكاملة المدمجة اللي هي تحتوي على الصناعات الإبداعية الخلاقة، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، كل شيء الآن العالم بدأ يدخل في 5G يعني، وال6G في الطريق إن شاء الله. والمملكة العربية السعودية لديها بنية قوية تحتية محفزة وملهمة لجميع الشركاء. جميل، ابقى معي دكتور محمد، وأرحب أيضا بضيفي هاتفيا المحلل العسكري العميد عبد اللطيف الملحم. أهلا بك سعادة العميد، مساء الخير. إذن معرض الدفاع العالمي في يومه الثاني في الرياض، كيف تنظر لأهمية انعقاد هذا المعرض و يعني يعكس الصورة الكبيرة للقوات الدفاعية لدينا في المملكة؟ السلام عليكم، مساك الله بالخير أخ أحمد. بالنور والعافية. في البداية هذا المعرض جاء في وقت جدا مناسب، في وقت الكل يتطلع إليه إلى ما يحدث في عالمنا الحاضر. نعم. طبعا أهمية المعرض هذا قد ترجع تاريخها إلى سنوات طويلة، خاصة أنه في الصناعات العسكرية في الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي السباقة في الاختراعات والاكتشافات التي انتقلت من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني. معنى ذلك أنه معرض زي هذا ستكون له يعني تبعات اقتصادية ومجالات توظيف. أيضا العالم لاحظ أنه المملكة أولت هذا المعرض أهمية كبيرة وافتتحته يعني تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. طبعا دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس وزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض. طبعا رافقه الوزراء يعني لهم علاقة مباشرة بالدفاع والسلاح في المملكة، وهو وزير الداخلية ووزير الحرس الوطني. طبعا من الجولة اللي شفناها ومن التغطية العالمية اللي شفناها لقينا أنه الملتقى الرياضي للدفاع هناك برامج خاصة للوفود العسكرية ولقاء الشركاء وبرامج التوجيهات الاستراتيجية وأيضا لقاء المستثمرين. نعم. وكذلك يعني العناية بالمواهب وبرامج الفعاليات الحية والتفاعلية، وأيضا ركز على نقطة مهمة العالم يراها وهي المرأة في القطاع الدفاع وفعالية ثقافية. نعم. وطبعا الدفاع ليس فقط هو السلاح ولكنه الحقيقة التلاحم الوطني بين المواطن وولاة الأمر. نعم. وأيضا بكل تأكيد سعادة العميد، فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي العسكري هناك تطور كبير، وشهدنا أيضا هذا التطور متواجد على أيدي شباب سعوديين في هذا المعرض وعلى أيدي يعني وطنيين ضمن هذه الشركات التي تعمل في هذا المجال، ليس التطور فقط على العسكري أو الجانب العسكري التقليدي، كيف تنظر لهذه النقطة كخبير عسكري؟ والله شوف الحقيقة هو ملاحظة من عقود طويلة أنه عندما تم الاستحداث القوات المسلحة بجميع أفرعها في المملكة العربية السعودية كان الفرد والضابط السعودي من أكفى من استطاع أن يتأقلم مع أي سلاح جديد. فالشاب السعودي عنده قابلية للتعلم والتعليم وعنده قابلية لنقل التكنولوجيا لليد المحلية القادرة على استيعاب كل ما هو جديد. وطبعا هنا يعني يبرز المعرض هذا الاطلاع على كل ما هو جديد، الشباب يتعلمون ويرون ما هو موجود في السوق العالميه. وطبعا جمالك من ناحيه اقتصاديه مثل هالمعارض في الحقيقه جزء مهم كبير جدا، وسيجذب معارض لها علاقه ليس فقط بالسلاح ولكن تقريبا بكل شيء، واحنا شفناها في جوله سيدي ولي العهد محمد بن سلمان في 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 في
في المعرض يعني الحقيقة أمور كثيرة، وخاصة لو تلاحظ أنه عدد الدول المشاركة يعني حوالي 600 شركة حول العالم، بعدين تمثل حوالي 45 دولة من أفضل الدول الصناعية والمتطورة، يعني شيء جميل جدا، والكل كان يتطلع لمثل هذا المعرض منذ عقود وليس أمر جديد. جميل، أنا أشكرك المحلل العسكري العميد عبد اللطيف الملحم، شكرا جزيلا لك. كما أكمل الحديث مع ضيف المختص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية دكتور محمد الحربي. إذن دكتور محمد، هذه النقطة الأخيرة التي تناولناها مع العميد وهي مسألة التطور في التكنولوجيا العسكرية متواجد في هذا المعرض، وليس فقط التكنولوجيا التقليدية، إنما شهدنا يعني تطور على أعلى المستويات في كثير من الجوانب العسكرية وعلى أيدي خبراء وطنيين، كيف تنظر لهذا الجانب؟ أصلاً هو الحرص أيضاً في هذا الجانب. الحروب الآن أصبحت غير تقليدية، أصبحت حروب الجيل الثالث الرابع الخامس أو الحروب المدمجة، لابد أن تواكب تقنيات يعني في المعدات العسكرية، الأسلحة كلها انشهدت الآن، جميع الأسلحة ربما تدار عن بعد أو من الأنظمة الإلكترونية والأنظمة الذكية، كل سلاح يوجد فيه نظام ذكي للتوجيه والتتبع والرصد حقيقة. فالمملكة العربية السعودية الآن هي متواكبة مع التقنيات الحديثة، المسرح العمليات الحرب، طبيعة المنطقة الجغرافية، الأحداث السياسية المضطردة في العالم، لابد أن يكون لنا اكتفاء ذاتي من السلاح، خاصة أنه كنا ننفق ما يقارب 70 مليار دولار سنويا، والآن سنشهد كفاءة للإنفاق مع تأهيل الشباب والارتقاء بصناعاتنا حتى أن تواكب الصناعات العالمية، وندخل في شركات لنصل من نسب معينة ما بين قطاع المحتوى المحلي والقطاع الأجنبي بالتدرج 10% 20% 50%، وحتى نملك خطوط إنتاج لجميع المعدات والأدوات بإذن الله تعالى بحلول 2030 2035. نعم جميل، يعني هناك مواكبة لكل التطورات التقنية، ممكن حتى بعض التقنيات موجودة لدينا هنا حصرا عن دول الشرق الأوسط. كيف تنظر أيضا للاهتمام الكبير من قبل وزارة الدفاع بتطوير المنظومات أيضا والقوات، فروع القوات المسلحة لديها؟ إلى حقيقة المملكة العربية السعودية ضمن قوتها العسكرية، وهي أحد عناصر قوة دولة الشاملة الستة، لأخذنا هي ذكرت لك أن القوة العسكرية مهمة للحفاظ على الكتلة الحيوية في المملكة العربية السعودية اللي هي الأرض والسكان وتعزيز وقدرات المملكة العربية السعودية. الآن لابد أنه نواكب المستجدات العصر، التقنيات الحديثة، الشباب السعودي شباب خلاق مبدع ابتكار، بدأنا بمراحل متدرجة، الصيانة، التجميع، قطع الغيار، وحتى وصول إلى إنتاج كامل بإذن الله. الآن ندخل شراكات وبالتدرج حتى نصل إلى أهداف الاستراتيجية التي تصبو إليها المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. أشكرك المختص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية دكتور محمد الحربي، شكرا جزيلا لك. شكرا.